مشاهدين نشوف التقييد عشان نعرف طبعا كابتن محي اكتر، ولكن بعد التقييد فقط. محي صلاح صانع حراس عرين كرة اليد بالنادي الأهلي. نجح محي صلاح مدرب حراس مرمى الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في قيادة ثلاثي حراسة المرمى ليكونوا على أهبة الاستعداد لقادم المباريات والبطولات، بل أنهم أضحوا جميعا حراسا دوليين تستعين بهم المنتخبات الوطنية في كافة البطولات والأحداث الدولية. واستطاع صلاح تطوير مستوى ثلاثي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، والأخير خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من النادي الأهلي ليلعب باسم نادي فيسلا بلوك البولندي، وهي خطوة رائعة للاعب الناشئ والذي يبلغ 21 عاما، حيث سيكتسب الكثير من الخبرات، حيث بدأ في توفير الأجهزة الجديدة المساعدة لتطوير حراس المرمى وإكسابهم المرونة وسرعة رد الفعل اللازمة للتصدي للكرة القوية والخادعة. كما نجح محي صلاح في توفير مناخ جيد ومنافسة قوية بين الثنائي الطيار وطه للدفاع عن عرين النادي الأهلي، ليصبح النادي الأهلي ثاني أقوى دفاع في البطولة بعدما تلقت شباكه 248 هدفا في 10 مباريات. ويعول الجهاز الفني للفريق الأول لرجال اليد آمالا كبيرة على تجهيز محي صلاح لحراسه الدوليين في المباراة الحاسمة والقوية المقبلة، والتي سيتحدد على إثرها بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2020-2021، حيث لم يتبقى للمارد الأحمر سوى 4 مواجهات فقط أمام كل من الزهور، الأولمبي، سبورتينج، والزمالك.